بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. فجأة أصبح وجود محمود كهربا أزمة في النادي الأهلي، ده مش بالنسبة طبعا لجمهور النادي الأهلي، ولكن بالنسبة لكثير من المحللين في القنوات المختلفة اللي بتحلل الدوري العام المصري. بألف في القنوات عشان أشوف المباريات بالليل بعد ما روحت وبشوف التصريحات والكلام اللي حصل، لقيت إن الناس كلها تقولك إيه، هو كهربا هيلعب على رمضان صبحي إزاي، ورمضان صبحي هيلعب على كهربا إزاي، طب هو كهربا مش هينفع يلعب مع رمضان. هو حضرتك عرفت منين إن كهربا هيلعب إمتى ولا مش هيلعب ولا هيلعب؟ دلوقتي كهربا أصبح لاعبا في النادي الأهلي، يعني إيه؟ يعني أصبح مقيد ضمن الـ30 لاعب اللي موجودين في النادي الأهلي. ده معناه أن هناك مدير فني هو من يتحكم في من يلعب ومن لا يلعب. عايز يلعب كهربا هيلعبه، مش عايز يلعب كهربا مش هيلعبه، عايز يلعب محمد الشناوي هيلعبه، مش عايز يلعب محمد الشناوي مش هيلعبه. كهربا أصبح لاعب زي بقية اللاعبين، أو نجم زي بقية النجوم اللي متواجدين في القلعة الحمراء خلال هذه الفترة. فاتعملت أزمة ملهاش أي لازمة، أو الناس بتحاول أن تفتعل أزمة داخل النادي الأهلي. هو كهربا طب لما رمضان يرجع، طب إن شاء الله رمضان يرجع بالسلامة ويبقى متواجد، بعد كده نسيب الاختيار لفايلر، لأن فايلر هو المدير الفني للنادي الأهلي بالمناسبة، يعني وأنا بتكلم كده باي ذا واي، يعني إن فايلر هو المدير الفني، مش حضرتك كمحلل أو كمشاهد أو كذا، لكن فايلر هو المدير الفني للنادي الأهلي، هو اللي بيختار يلعب كهربا شمال ولا يمين ولا راس حربة ولا يلعبه مكان محمد الشناوي جون أو، وبعدين إحنا بنقيم في الآخر إيه اللي بيحصل. لكن حضرتك بتخترع أزمة ليه؟ حضراتكم أو البعض، بعض المحللين بيخترعوا أزمة، معرفش ليه الحقيقة، أنا مش فاهمها. وطبعا محللين معروفين بعينهم، معروفين هم مين وبيعملوا كده لصالح ايه. من المفترض ان حضرتك لما بتكون محلل اللي انت بتشوف اللي انت او بتتكلم عن اللي انت شايفه، لكن حضرتك بتعمل ازمة او بتحاول ان انت تعمل ازمة، مش هيحصل. مش هيحصل ليه؟ لانه احنا عندنا ادارة كرة جيدة، عندنا مدير كوره جيد، عندنا مدير فني جيد، عندنا مجموعه لاعبين زي ما حضراتكم شفتوا كده. لقطه حسام عاشور بتمثل روح اللاعبين، لقطه حسام عاشور مع سعد سمير لما كان بيحط له التلج. بالمناسبه لما قابلت حسام عاشور كنا في فرح احمد الشيخ، الف مبروك يا شيخ وعقبال ما نشوف ولادك يا رب ان شاء الله، كنا في فرح احمد الشيخ فقابلت حسام عاشور وانا بتكلم معاه. قال لي يا كابتن بالمناسبه يعني ما هو اصل احنا انت عارفني، انا عارف حسام كويس جدا يعني. فقال لي ان هناك البعض يعني بيحاول ان يقولك ايه، اصل حسام شاف مصور جاي من بعيد. بصوا بقى حضراتكم الفيلم اللي بيتعمل، فيلم